بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، في هذا الفيديو سأقوم بشرح الدرس السادس من الوحدة الثامنة للصف الثامن، والذي هو بعنوان تغيرات الأبعاد. في نهاية هذا الفيديو راح نوصل إلى معرفة ما يلي: أولاً، أن يستخدم معامل القياس لإيجاد مساحة السطح في المجسمات المتشابهة. ثانياً، يستخدم معامل القياس لإيجاد حجم المجسمات المتشابهة. سنبدأ الدرس في الربط بالحياة اليومية من صفحة 639. الآثار: ينشئ بلال نموذجاً لأحد الآثار. سيبلغ حجم النموذج 1/100 من الحجم الأصلي للأثر. للهرم المربع القاعدة الذي يوجد فوق قطعة الأثر التي على شكل مسلة، ارتفاع مائل يبلغ 17.5 متر تقريبا، ويبلغ قياس كل جانب من قاعدة الهرم 10.4 أمتار تقريبا. السؤال الأول: ما مساحة أحد الأوجه المثلثية للهرم الحقيقي؟ كما نعرف أن الوجه المثلث يمكن إيجاده من خلال مساحة المثلث، والتي تعطى بالعلاقة نص مضروبة في طول القاعدة مضروبة في الارتفاع. A تساوي نص B H، حيث B هي طول القاعدة وال H الارتفاع. وبالتعويض في هذا القانون، نص ضرب 10.4 ضرب 17.5 راح تطلع الإجابة 29 متر مربع. ننتقل إلى السؤال الثاني: ما الارتفاع المائل للهرم على النموذج الذي ابتكره بلال؟ بما أنه معامل القياس اللي هو حجم النموذج 1/100 من الحجم الأصلي، إذن راح نضرب 1/100 ضرب الارتفاع المائل الذي قيمته 17.5، وناتج هذا الضرب يساوي 175 بالألف متر. أما السؤال الثالث: ما طول جانب واحد لقاعدة الهرم في النموذج؟ 1/100 ضرب 10.4 اللي هو طول القاعدة، وبيساوي 104 بالألف متر. السؤال الرابع: ما مساحة أحد الأوجه المثلثية في نموذج الهرم؟ هو عبارة 1/100 أس 2 مضروبة في مساحة الوجه المثلث للهرم، اللي هو 91، ويساوي 91 بالعشر آلاف متر مربع. السؤال الخامس: اكتب تناسبا للمقارنة بين مساحة الجانب المثلثي في النموذج والأثر الحقيقي. راح تكون التناسب عبارة عن 1/100 أس 2، وبتساوي 1/10000. السؤال السادس والأخير: التخمين. اكتب جملة عن مساحة السطح لنموذج الهرم مقارنة بالهرم الحقيقي. المساحة تساوي 1/100 أس 2 من المساحة الحقيقية. مساحة السطح في المجسمات المتشابهة. راح نقسم الدرس إلى جزئين. الجزء الأول اللي هو كما هو واضح في الصورة مساحة السطح في المجسمات المتشابهة، والجزء الثاني اللي هو عبارة عن حجم المجسمات المتشابهة. إذن راح ندرس حاليا الجزء الأول مساحة السطح في المجسمات المتشابهة. إذا كان المجسم X مشابها للمجسم Y بناء على معامل قياس نسبي، فإن مساحة سطح المجسم X تساوي مساحة سطح المجسم Y مضروبا في مربع معامل القياس النسبي. كما نلاحظ في الشكلين المجاورين، وهما عبارة عن مكعبات، والمكعبات هي مجسمات متشابهة لأن لها شكل واحد وأبعادها الخطية المتناظرة متناسبة. وإذا عملنا تناسب لأطوال الحواف المتناظرة فتساوي 8/4 أو 2، إذن معامل القياس النسبي يساوي 2. إذن
ما العلاقة بين مساحتي سطحيهما؟ مساحة سطح المكعب الصغير، كما نعلم أن المكعب هو عبارة عن 6 أوجه متساوية، ومساحة الوجه الواحد S تربيع يعني 4 مضروبة في 4. ولحساب مساحة المكعب الصغير سنقوم بالتعويض في القانون SA يساوي 6 مضروبة في 4 مضروبة في 4، يعني 6 أوجه مضروبة في مساحة الوجه الواحد 4 في 4. ولحساب مساحة سطح المكعب الكبير SA تساوي 6 لأنهم 6 أوجه، سنقوم بضرب الأبعاد في العدد 2 اللي هو معامل القياس 2 في 4 مضروبة في 2 في 4. إذا 2 ضرب 2 في 6 يعني 6 أوجه مضروبة في 4 مضروبة في 4. نلاحظ أن 2 أس 2 في 6 مضروبة في 4 مضروبة في 4، أي أنه نستنتج أننا ضربنا مساحة سطح المكعب الصغير في 4 أو في 2 أس 2. وبالتالي نستنتج أنه لإيجاد مساحة سطح المكعب الكبير نضرب مساحة سطح المكعب الصغير في مربع معامل القياس النسبي 2 أس 2 أو تساوي 4. هذه العلاقة تكون صحيحة لأي مجسمات متشابهة. والآن ننتقل إلى تمرين موجه صفحة 642. السؤال الأول: مساحة السطح لمنشور مستطيل القاعدة تساوي 35 سنتيمترا مربعا، ما مساحة السطح لمجسم مشابه تم تكبير أبعاده بناء على معامل القياس النسبي 7؟ إذن معامل القياس هو 7. لإيجاد مساحة السطح لمجسم مشابه بعد التكبير نقوم بضرب مساحة السطح الأصلية في مربع معامل القياس، وبالتالي سيكون الحل 35 اللي هي مساحة السطح الأصلية للمنشور المستطيل للقاعدة مضروبة في معامل القياس النسبي 7 أس 2، وتكون النتيجة 1715 سنتيمترا مربعا. والآن تمارين ذاتية صفحة 643. السؤال الأول: مساحة السطح لمنشور مستطيل القاعدة تساوي 95 سنتيمترا مربعا، ما مساحة السطح لمنشور مشابه تبلغ أطوال أبعاده 4 أضعاف أبعاد المنشور الأصلي؟ كما نلاحظ هنا أن معامل القياس هو 4. ولإيجاد مساحة السطح لمنشور مشابه نضرب مساحة السطح للمنشور الأصلي في مربع معامل القياس، إذا ستكون الإجابة 95 مضروبة في 4 أس 2، وراح تساوي النتيجة 1520 سنتيمتر مربع. نفس الصفحة من تمارين ذاتية صفحة 643. السؤال الثاني: مساحة السطح لهرم تساوي 57.8 سنتيمترا مربعا، ما مساحة السطح لهرم مشابه تبلغ أطوال أبعاده ضعفي أبعاد الهرم الأصلي؟ كما نعلم أن ضعفي تعني الضرب في العدد 2، إذن نقوم بضرب مساحة السطح للهرم الأصلي في مربع معامل القياس والذي يساوي 2. إذن نضرب 57.8 مضروبة في 2 أس 2، فتعني 57.8 ضرب 4 راح تساوي 231.2 سنتيمتر مربع. وفي نفس الصفحة 643. السؤال الرابع: علبة عرض زجاجية مساحة سطحها تساوي 378 سنتيمترا مربعا، ما عدد السنتيمترات المربعة المستخدمة من الزجاج لعمل علبة عرض زجاجية تبلغ أبعادها نصف أبعاد العلبة الأصلية؟ إذا نحدد معامل القياس هنا وهو نصف، إذا معامل القياس يساوي نصف. سنضرب مساحة السطح الأصلية 378 في نصف أس 2، وراح تساوي 378 ضرب 1/4
وتساوي 94.5 سنتيمتر مربع. الجزء الثاني من الدرس وهو حجم المجسمات المتشابهة. إذا كان المجسم X مشابها للمجسم Y بناء على معامل قياس نسبي، فإن الحجم المجسم X يساوي حجم المجسم Y مضروبا في مكعب معامل القياس النسبي. وعندما نلاحظ في الأشكال الموجودة وهي عبارة عن مكعبات، المكعب الصغير أبعاده 4 في العرض 4 في الارتفاع 4، والمكعب الكبير طوله 4 في عرضه 4 في ارتفاع 8 سنتيمترا. نلاحظ هنا في قسمة الأضلاع المتناظرة، وبالتالي لأنهما شكلان متشابهان فستكون الأضلاع المتناظرة متناسبة، أي 8 قسمة 4 راح يعطي معامل القياس ويساوي 2. ولحساب حجم المكعب الصغير نقوم بضرب الأبعاد في بعضها، الطول في العرض في الارتفاع، وبما أنه مكعب تكون جميعها متساوية، إذن حجم المكعب الصغير 4 مضروبة في 4 مضروبة في 4. ولحساب حجم المكعب الكبير نضرب هذه الأبعاد في معامل القياس وهو 2، إذن نقوم بضرب 2 في 4 ثم البعد الثاني 2 في 4 والبعد الثالث الارتفاع 2 في 4. إذن ستكون النتيجة 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2 مضروبة في أبعاد المكعب 4 في 4 في 4، أي تعني 2 أس 3 مضروبة في 4 مضروبة في 4 مضروبة في 4، وهو حجم المكعب الصغير. وبالتالي نستنتج أنه ترتبط أحجام المجسمات المتشابهة عن طريق تكعيب معامل القياس النسبي. ننتقل إلى تمرين موجه صفحة 642. السؤال الثاني: يبلغ حجم أسطوانة حوالي 425 سنتيمترا مكعبا، فما الحجم بالتقريب إلى أقرب جزء من 10 لمجسم مشابه لها أبعاد أصغر بناء على معامل القياس النسبي 1:3؟ إذن بما أنه معامل القياس النسبي 1:3، سنقوم بضرب الحجم الأصلي للأسطوانة في مكعب معامل القياس واللي هو 1:3. إذن 425 مضروبة في ثلث تكعيب، وراح تساوي 425 ضرب 1:27 وتساوي 15.7 سنتيمتر مكعب. إذن المجسم المشابه ستكون حجمه 15.7 سنتيمتر مكعب. ننتقل إلى سؤال آخر من تمرين موجه صفحة 642. السؤال الثالث: صندوق له غطاء جرار في استوديو الأعمال الفنية لمحمود، قياساته تساوي 16 سنتيمترا في 15 سنتيمترا في 6 سنتيمترات. يوجد صندوق آخر لا يستخدم إلا لوضع فراش الرسم له شكل مشابه وأصغر وفقا لمعامل القياس النسبي نص. أوجد الحجم ومساحة السطح للصندوق الثاني. في الخطوة الأولى في هذا السؤال سنقوم بإيجاد مساحة سطح الصندوق، وهو عبارة عن منشور مستطيل القاعدة. إذن لإيجاد مساحة سطح المنشور مستطيل القاعدة نطبق القانون التالي: SA المساحة الكلية للمنشور مستطيل القاعدة تساوي 2 في L في W زائد 2 في L مضروبة في H زائد 2 في W مضروبة في H، أي تعني 2 الطول ضرب العرض زائد 2 في الطول ضرب الارتفاع زائد 2 في العرض ضرب الارتفاع، وتضرب في 2 لأنها في المنشور المستطيل وجهان متقابلان ويكونان متساويان، ومجموع أوجهه 6 أوجه مستطيلة. وبتعويض القيم الموجودة في السؤال، حيث الطول يساوي 16 سنتيمترا
والعرض 15 سنتيمترا والارتفاع 6 سنتيمترات. إذن SA المساحة الكلية لسطح المنشور المستطيل للقاعدة تساوي 2 مضروبة في 16 مضروبة في 15 زائد 2 مضروبة في 16 مضروبة في 6 زائد 2 مضروبة في 15 مضروبة في 6. إذن SA تساوي 852 سنتيمتر مربع. والخطوة التالية سنقوم بإيجاد مساحة سطح الصندوق الثاني، وذلك من خلال ضرب مساحة السطح المنشور الأصلي والتي هي 852 سنتيمتر مربع ضرب نص اللي هو معامل القياس أس 2 لأنها مساحة، وتساوي 852 مضروبة في ربع وتساوي 213 سنتيمتر مربع. ومن ثم نقوم بإيجاد حجم المنشور المستطيل حسب القانون، الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. إذن V تساوي L في W في H. إذن الحجم لهذا المنشور ستساوي 16 مضروبة في 15 مضروبة في العدد 6، وتكون النتيجة 1440 سنتيمتر مكعب. ولإيجاد حجم المنشور الثاني نقوم بضرب الحجم الأصلي 1440 ضرب معامل القياس أس 3. إذن 1440 ضرب نص تكعيب وتساوي 1440 ضرب 1 على 8 وتساوي 180 سنتيمتر مكعب. ننتقل الآن إلى تمارين ذاتية صفحة 643. سؤال رقم 5، مخروط يبلغ حجمه 9728 مليمترا مكعبا، ما حجم مخروط مشابه له تبلغ أبعاده ثمن أبعاد المخروط الأصلي؟ إذن بنفس الطريقة نحدد معامل القياس في هذا السؤال وهو عبارة عن ثمن. ولإيجاد حجم المخروط المشابه نضرب الحجم الأصلي بمكعب الثمن. إذن 9728 ضرب 1 على 8 الكل أس 3 تساوي 9728 مضروبة في 1 على 512 ورح تساوي النتيجة 19 مليمتر مكعب. إذن حجم المخروط المشابه تساوي 19 مليمتر مكعب. من تمرين إضافي صفحة 645 نعرض هذا السؤال، وهو سؤال رقم 18، أوجد القياسات الناقصة لزوج المجسمات المتشابهة. بما أن المجسمات متشابهة فإننا نستنتج أن الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة، وبقسمة الأضلاع المتناظرة 10.5 على العدد 3 راح يساوي عندي 7 على X، وبالضرب التقاطعي 10.5 مضروبة في X تساوي 7 مضروبة في العدد 3. إذن 10.5 X تساوي 21، وبقسمة طرفي المعادلة على 10.5 فإننا نستنتج أن X تساوي 2. وبنفس الطريقة نجد قيمة Y. إذن الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة، 10.5 قسمة 3 تساوي Y قسمة 1.5. ومن ثم نضرب 10.5 في العدد 1.5 وتساوي 3 مضروبة في Y. إذن 10.5 ضرب 1.5 تساوي 15.75 وتساوي هذه القيمة 3Y. وبقسمة طرفي المعادلة على العدد 3 فنستنتج أن Y تساوي 5.25% متر. وفي هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.